العمل هذا تم بمبادرة من شباب الجوبة اللي ما شافوا من معاناة السائقين واستشعروا مسؤوليتهم بحكم هذا منطقتهم وبلادهم. شعروا مسؤوليتهم تجاه القاطرات يوم تحول الخط من قطع خط من صنعاء ولا بقي الخط معهم إلا من هنا من طريق الجوبة البيضاء ولا الجوبة شبوة. شافوا المعاناة اللي عين الناس أصحاب سيارات كبيرة تكسر عليهم السيارات، أصحاب سيارات صغيرة تكسر عليهم المقصات. فجمعوا الشباب وطلبوا الناس على الخير وتعاونوا معهم. بدأت المبادرات فردية أولا ثم تعاون الجميع. الناس في الجوبة من طرف الجوبة إلى طرف يفكروا في مشكلة الخسائر والحوادث اللي تقع على الطريق والخسائر اللي يتعرض لها المسافرين. هذا من قبل الخط شبه منتهي إلى جانب أنه تحفر مع الضغط اللي تحمله بسبب أنه الجمهورية الآن كلها تمر عبر طريق مأرب البيضاء مأرب حريب شبوة، كان يتعرض المسافرين للكثير من الخسائر. ما يوم يمر لو سيارة يحصل لها شيء وهذا يهدد سلامة المواطنين. كثير من الأحداث اللي راحوا فيها ناس أبرياء نتيجة ما فيش التفاتة للخط. المجتمع حاول انه كل مره يرقع الحفر ويجمع نوع من التبرعات، لكن هذا ما يغني شيء انه المحافظه الحكومه يجب ان تولي هذا الخط رعايه، مش من اجلنا لكن من اجل المسافرين اللي من انحاء الجمهوري. كل يوم الاسعاف شغال ولا الناس مرميين على الخط. ان شاء الله فعل خير، جزاه الله خير، وطبعا مجاني. العمال اللي تشوفهم الان يعني من المجتمع اللي محيط بالخط اللي يشوف تأثر وجود الخراب في الخط وخوفا من تدميره، يعني يعملوا اداموا بهذه المبادرة. الشباب وفاعل الخير جزاه الله خير، وكنا نتمنى من الحكومة ان تلفت انتباهها للشريان الرئيسي للجمهورية اليمنية.
أقرب إلى يعراه إلى النجد إلى جرشاه، ثم على الآن في منطقة النسيح، وسنتعدها بإذن الله إلى منطقة جديدة، ثم إلى واسط إن شاء الله. يعني نلتقي بالفريق الآخر بفرق البيضاء، أيوه من فرق البيضاء، سنلتقي بالفريق الآخر الذي اشتغل اليوم من طرف من أطراف المناقل اللي هو طريق البيضاء، ثم أتي للجوبة بإذن الله. سنلتحق ونلتقي بالفريق. الأدوات أو المادة التي نشتغل بها اليوم هي عبارة عن خرسان أو كري هذا، وسمك بارد مع البترول والزيت والديزل، كلها جهود طبعا كما أدلى صاحبنا جهود ذاتية وفعل خير. ونسأل الله من الجميع، نسأل الله أن يتقبل الجميع وأن يعين الجميع. طبعا موجودين يعني في مشرفين يعني محليين طوعيا مشرفين، و يعني نسأل الآخرين الذين عندهم يعني من الإمكانيات ككل الجهة الرسمية أو كل إدارة المحلية أن يعوا إلى هذا الخط اهتمامهم وجل عملهم الآتي إن شاء الله. وشكرا.